السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم بشوف معايا كيفية تحضير مايونيز من غير بيض بطريقة سهلة ومبسطة، وإن شاء الله تعجبكم. نشوف مع بعض مقادير المايونيز من غير بيض. عندي 120 مليلتر من الحليب البارد، أي نصف كوب، وعندي كوب 240 مليلتر من زيت الزيتون، وعندي ربع ملعقة صغيرة من الملح، وعندي نصف ملعقة صغيرة من السكر، وعندي ملعقة أكل من عصير الليمون. اللي ما عندوش عصير الليمون ويبدأ عنده خل يحط ملعقة أكل من الخل. هذه المكونات للمايونيز من غير بيض. نتعدى مرحلة التحضير. تو باش نبدأ مع بعض نحضر المايونيز. جبت إناء الخلاط نحط فيه القيمة متاع الزيت. الطريقة راهي سهلة وسريعة ويجي مايونيز بحول الله ناجح 100%. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط قيمة 240 مليلتر من زيت الزيتون، ونزيد 120 مليلتر من الحليب البارد. بسم الله الرحمن الرحيم. نزيد رشة الملح الصغيرة، ونزيد نصف ملعقة صغيرة من السكر، ونزيد قيمة ملعقة أكل من عصير الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا معايا حطيت المكونات الكل مع بعض في أول مرة، يعني ما نبدوش نزيدوا بالحاجة بالحاجة. تو باش نحط المكونات الكل تتخلط في الماكينة لين تحصلوا على مايونيز. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا معايا ما يجيش 20 ثانية وآلة الرحي تتحرك تحصلنا على مايونيز كما تشوفوا معنا من غير بيض. تو باش نحطه في معون ونشوفوا القوام نتاعو مع بعض. المايونيز نتاعنا حضر، حطيته في الصحفه كما شفتوا معايا. هذايا القوام نتاعو كيفاش يجي، يجي مايونيز بنين على الاخر بالزيت زيتونه، واللي ما تحبش الزيت زيتونه تنجم تعمل الزيت النباتي. المهم الحليب والزيت تحطوهم في الثلاجه قبل بربع ساعه، مش في المجمد، في الثلاجه يبدو باردين الاثنين الحليب والزيت. تنجمي تبدلي عصير الليمون بالخل ولا الخل بعصير الليمون، يعني وصفة سهلة وسريعة وبدون بيض. إن شاء الله تعجبكم وصفة المايونيز وتنال رضاكم. إلى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.